وتوحيد الله رب العالمين هو الذي لأجله خلق الله تعالى الخلق، فإن الغاية من خلق الخلق أن يوحدوا الرب الجليل جل وعلا، كما بين الله رب العالمين ذلك في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أجل ذلك خلقهم الله رب العالمين، وهذا أول واجب على العبد، وهو توحيد الله جل وعلا. وقد اتفق علماء أهل السنة على أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فباطل وعبادته باطلة. وأول واجب على العبد أن يحقق العبادة لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يكف عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.